هاي سمير، مشاهدي الوطنية الثانية مجددا المباراة الأخيرة من الدور الربع النهائي بين فريق العربي القطري وفريق أمل سكيكدا الجزائري. حسام رمان واحد من لاعبي فريق العربي القطري، تدخلوا بمنطق المتفوق والفائز في المقابلة هذه ولا محتاطين من فريق الجزائر؟ ما فماش فائز قبل ما تبدا أي ماتش، ما فماش شكون ربح وشكون خاسر من الأول، ثم واقع على الميدان. إن شاء الله عندنا 60 دقيقة إن شاء الله نلعبوا ماتشنا كوم الفو، مركزين إن شاء الله كوم الفو، نعملوا دي باربي أون تام بي نتاع ماتش، وإن شاء الله بحول الله نربحوا معناها بإذن الله، نلعبوا لعبنا إن شاء الله ما نخافوا من حد شيء، إن شاء الله احنا في نهارنا وكذا. شكرا لك، حظ موفق الفريق القطري، حظ موفق الفريق الجزائري. المتابعه مع السيده ترابلسي في التعليق المباشر. شكرا لك ذاكر. مسك الختام في مقابلات الدور الربع النهائي هنا في قاعه البجاوي بين فريق العربي القطري وشبيب تسكيكدا الجزائري في اخر مباريات الدور الربع النهائي بعد تأهل زوز ممثلي لكره اليد التونسيه، نادي ساقيت الزيت الفريق المنظم والترجي الرياضي التونسي مقابل انسحاب سبورتينغ المكنين رغم المباراه الكبيره اللي كان عداها مع فريق السلميه الكويتي. اولى الهجمات لفريق العربي القطري، نمر مباشره الى تشكيله الزوز فرق بالنسبه للعربي القطري. علي قربه، محمد وليد بومعراف، ايفان ميلاس، فوز المعضادي، عبد مراد، باسل الريس، معتصم محمد، ثامر علي، اسماعيل محمد، غانم العلي. اولى اهداف المباراه لفريق العربي القطري في اولى الثواني، اولى الهجمات يستغلها الفريق القطري ويقوم بتسجيل اولى اهداف المباراه. الاجابه بسرعه، يتالق الحارس علي قربه حارس العربي القطري في صد الهجمه الاخيره وعكس الهجمه يختار التريث. في الحقيقه فريق العربي القطري يضم في صفوفه عديد عناصر الخبره على غرار اللاعب السوري هاني كيخي، كذلك ثنائي التونسي اللي ينشط مع هذا الفريق، اللاعب السابق لجمعيه الحمامات حسام رمان واللي كان في التصريح مع زميلنا ذاكر، كذلك اللاعب الثاني هو المنسق الدولي للمنتخب التونسي صبحي سعيد. تعود الكره برميه 7 امتار يبدو لي، واستبعاد بدقيقتين، استبعاد بدقيقتين في وجه اللاعب رقم 15 رامي كابويه او مصطفى حاج. رامي كابوية بالفعل هو حامل القميص رقم 15، رمية 7 امتار في تنفيذها لعب الدائرة باسل الريس، في تنفيذ رمية 7 امتار باسل الريس ينجح في إضافة الهدف الثاني. ذكروا دقيقة و44 ثانية في هذا الشوط الأول، بداية المباراة ببداية طيبة لفريق العربي القطري اللي سجل زوز أهداف على التوالي مقابل الفريق الجزائري يسعى للتدارك في بداية المباراة. في التنسيق رقم 11 يكمل العملية علي بولحصة، لكن قطع الكرة هاني الكيخي يختار التريث وتمرير الكرة للبوسني إيفان ميلاس بدوره ينتظر المعاضدة ويختار التريث. وكان أمامنا على الصورة هاني كيخي اللاعب السوري اللي كان توج في النسخة الفارطة مع فريق الغرافة القطري مع صبحي سعيد. تعود الكرة هاني كيخي ممتاز يلعب على ساقيه يكمل العملية بتسديدة، أو أمامنا 2 على 2 نسبة نجاح 100%. لاعب يسيري عنده إمكانيات، هاي الإعادة متاع المرور بكل سهولة. 3-0 إلى حد الآن فريق شبيب تسكيكدا الجزائري عاجز عن تسجيل أولى الأهداف. التنسيق عز الدين هيشور ينطلق لعب الجناح يعمل عملية ديبار، التقاطعات توصل الكرة للساعد ينتظر التصويب، المعاضدة تجي من رقم 13 عملية تسلسل الجناح رقم 11 ينجح علي بولحصة في تسجيل أولى أهداف المباراة لسكيكدا الجزائري. افتتاح النتيجة الإعادة فتح الزاوية من اليساري والهدف الأول إيفان ميلاس يوصل كرة لعب الجناح من جديد إلى هاني كيخي إلى لعب الديرة
باسل الرئيس، مراقبه دفاعيه على 6 امتار 9 امتار لفريق العربي القطري. من جديد صبحي سعيد خبره كبيره، دخول بقوه، يقول ثنائي التحكيم التونسي سمير مخلوف وسمير كريشين اللي زفروا اخر مباراه في الدور الربع النهائي عكس الهجمه بنفس الطريقه، دخول بقوه المره هذه ضد لاعب شبيب تسكيك ده الجناح الايسر رقم 11 علي بولحسه في العمليه الاخيره. 3 اهداف مقابل 1 اسبقيه للعربي القطري، نسق منخفض للمباراه اكيد. العربي يحاول باش يدخل وياخذ بزمام الامور منذ البدايه ويساعد الفارق على غرار اخر مباراه ليه فريق العربي القطري اللي كان تفوق فيها بفارق عريض على حساب نادي شباب ورقلة الجزيري 29 مقابل 17. يعني كيخي على القائم الكرة الأخيرة رغم المحاولة، كورتو تصطدم بالقائم تعود العجمة المهاكسة المعاكسة عفوا، ينجح رقم 2 اللاعب زهير نعيم في عكس الهجمة أمامنا يكمل العملية بمفرده في كرة صعيبة على الحارس علي قربة. عودة الفريق الجزائري في اللحظة هذه ليقلص الفارق ويرجع إلا واحد في بداية المباراة كالعادة. صبحي سعيد في التنسيق، إيفان ميلاس كساعد على اليسار، الجناح هو عبد مراد، وهاني كيخي كساعد على الجهة اليمنى، وباسل الرئيس هو لعب الديرة. هذه تشكيلة العربي القطري ومدربه الجزائري عمر عازب. باسل ممتاز يختار الزاوية الأولى رغم المراقبة، لعب الديرة ينجح في ضبط الهدف الرابع. أو تسرع من الفريق الجزائري لكن يدرك اللاعب رقم 11 علي بولحسة يرجع الكرة. قلت مباراة يزفرها ثنائي التحكيم التونسي، هذه إعادة الهدف اللي اختار فيه باسل الرئيس الزاوية الأولى وباغت الحارس الجزائري. 4-2 في بداية المباراة. تعود الكرة لساعد أحسن جاب الله، محمد أحسن جاب الله يتصدي له الحارس علي قربة. حارس كان قدم مباراة ممتازة أمام الفريق شباب ورقلة الجزائري اللي انتصر فيها العربي 29 مقابل 17. قلت اليوم المخصص لمقابلات الدور الربع النهائي واللي شهدنا فيها تأهل زوز فرق تونسية بشكون موجودة في المربع الذهبي. ترجي اللي فاز بفارق عريض، هذا صبحي سعيد يربح رمية 7 امتار. قلت الترجي انتصر على الخليج السعودي 43-27. السليمية الكويتي يزيح سبورتينغ المكنين بعد الحصص الإضافية، فارق هدف وحيد 24-23 بعد نهاية المباراة في وقتها القانوني بالتعادل 21-21. للأمانة فريق شاب وممتاز فريق سبورتينغ المكنين، يعني بشر بكل خير خاصة عناصر الشابة. هذا لعب الدائرة في تنفيذ رمية 7 امتار ينجح باسل ريس، 5-2 للفريق القطري بسرعة عكس الهجمة ممتازة بكل فنيات رفع الكرة، لكن الكرة تصطدم في العارضة الأفقية من اللاعب رقم 10 في العملية الأخيرة فتحي يوشيت. فتح الزاوية كان بدون رقابة، يعني حب يرفع الكرة بعملية فنية من سوء حظه أن الكرة اصطدمت على العارضة الأفقية. إيفان ميلاس يعود العربي في الامتلاك الهجومي، توصل الكرة هاني كيخي إلى الجناح مرة أخرى. هاني كيخي دفاع تقريبا 5-1 متقدم وعلى ثبات ينجح البوسني إيفان ميلاس في العملية الأخيرة على ثبات من 9 أمتار أو أمامنا على الصورة. تمريره من هاني كيخي مباشره على ثبات ينجح في مغالطه الحارس الجزائري رفيق ضيفي. 6-2 في توقيت 7 دقائق في هذا الشوط الاول. قلت اكتمال النصاب بتاهل الساقي نادي ساقيه الزيت بعد انتصار على حساب الكويت الكويتي، انتصار مقنع 29-21 اللي يحجز به مقعد في المربع الذهبي. على كل حال ان شاء الله تو نعطيكم برنامج المقابلات الدور النصف النهائي على الساعه 4 ان شاء الله غدوه. الترجي الرياضي التونسي مع فريق السالميه الكويتي، في حين نادي ساقيه الزيت في الدور النصف النهائي الثاني ينتظر الفائز من هذه المباراه
اما مواجهه شبيب تسكيكدا الجزائري او العربي القطري. ترجع الكره من جديد لفريق العربي. صبحي صعيد يمشي يلعب على سقيه. صبحي يربح 9 أمتار باشاره من الحكم، حكم المنطقه سمير مخلوف. العمليه الاخيره وامامنا صبحي صعيد تجربه كبيره وعديد المحطات يعني في تجربته كلاعب مع المنتخب التونسي مع النجم الساحلي وتجارب في الخليج العربي لمنسق المنتخب التونسي. ترجع الكرة بامتلاك من جديد لفريق العربي القطري. إيفان يوصل الكرة إلى صبحي صعيد ثم هاني كيخي. إيفان من جديد يخرج لعب الدائرة، عملية التقاطع. صبحي كمل العملية يربح 9 أمتار. دفاع قوي في اللحظة هذه، التنبيه باللعب السلبي. إيفان ميلاس قوي جدا هذا الساعد من 9 أمتار إغالة الحارس رفيق ضيفي. من جديد يعود الفريق الجزائري في الهجوم. 9 أمتار هاي الإعادة متاع هدف إيفان بقوة مرة أخرى. فتح الزاوية ينجح اللاعب رقم 13 محمد جبلة أمامنا على الصورة. لعب يسيري إغالة الحارس علي قربة. قلت فريق العربي القطري كان توج بكأس السوبر العربي في النسخة الفارطة بعد انتصاره على نادي ساقيت الزيت في نفس هذه القاعة. هذا إعادة لهدف الأخير لشبيب تسكيكدا الجزائري، 7-3 مع 4. صبحي صعيد ينطلق يربح 9 أمتار. حب يتسرب وسط الدفاع صبحي صعيد وبحث على لعب الدائرة، لكن الحكم يقول رمي 9 أمتار. يبقى الهجوم والامتلاك لفريق العربي. باسل الرئيس من مركز الجناح يربح 9 أمتار من جديد. تحسن أداء الدفاع الجزائري، دفاع 5-1. إيفان ميلاس إلى لعب الدائرة، باسل الرئيس دخول في المنطقة بإشارة من الحكم سمير مخلوف. الفاست بريك عكس الهجمة عن طريق رقم 13 محمد أحسن جبلة ينجح يقلص الفارق. أو أمامنا رقم 13 محمد أحسن جبلة صاحب الهدف الأخير من 9 أمتار بقوة إغالة الحارس علي قربة ويرجع شبيب تسكيكدا إلا 3. 67% نسبة نجاح، 2 على 3 يعني 2 أهداف من 3 محاولات لهذا اللاعب. على كل حال يعني قلت فريق العربي القطري خبرة كبيرة على غرار بقية الفرق الأخرى. اليوم شفنا الترجي تقريبا بدون مشاكل حقق انتصار عريض على الخليج السعودي 43-27، وكانت فرصة المدرب نجيب بن ثير لتشريك أكثر عدد ممكن من اللاعبين باعتبار حسم المباراة. قوي جدا إيفان ميلاس في الزاوية 90 مرة أخرى البوسني. الحلول تأتي كالعادة، الإجابة بسرعة، الإجابة بسرعة من حامل القميص رقم 2 زهير نعيم. هذا هدف إيفان ميلاس وقوة خارقة في التسديد من هذا البوسني. الإجابة بسرعة تجي من اللاعب زهير نعيم بنفس الطريقة، إغالة الحارس علي قربة 8-5 في بداية المباراة. 12 دقيقة في هذا الشوط الأول. نرحب بكل ما التحق بنا في المشاهدة على الوطنية الثانية. الإطار هو آخر مباراة من الدورة الربع النهائي لبطولة الأمير فهد بن فيصل العربية في نسختها 34. انسحاب سبورتينغ المكنين مقابل تأهل الترجي ونادي ساقيت الزيت. الفريق المنظم لما لا يكون النهائي تونسي باعتبار أنه فريق نادي ساقيت الزيت يتفادى مواجهة الترجي في الدورة النصف النهائي. على كل حال ما نسبقوش الأحداث، ما زلت مباريات النصف النهائي. أكيد كل فريق يحاول باش يحضر مبارياته على حدة، كل مباراة التركيز والضغط. خاصة فريق نادي ساقيت الزيت اليوم قدم مقابلة تقريبا كبيرة برشا على مستوى عالي أمام فريق محترم اللي هو الكويت الكويتي. تعود الكرة من جديد رقم 20 عز الدين هيشور، دخول بقوة بإشارة من الحكم سمير مخلوف. ثنائي تحكيم تونسي في هذه البطولة العربية للأندية.
تعود الكرة بهجوم والامتلاك إيفان ميلاس البوسني. صبحي سعيد يصبح كساعد ثم باش يعمل عملية تقاطع. جي صبحي الوسط الملعب يضرب كرة يتصدى لها الحارس رفيق ضيفي بسرعة عكس الهجمة للفريق الجزائري. شبيب تسكيك ده توصل كرة لساعد على الجهة اليمنى كمل العملية الحكم سمير مخلوف وسمير كريشين يكتفيوا بالتسعة أمتار مع ورقة صفراء الهني كيخي في العملية الأخيرة. تعود الكرة من جديد للفريق الجزائري حاول باش يلعب على ساقيه محمد أحسن جبلة ترجع له الكرة إلى المنسق رقم 20 عز الدين هيشور من جديد. وقت مستقطع يطلبوا مدرب شبيبة سكيك ده الجزائري محمد بيبوش. قلت بالنسبة للدورة الأول فريق شبيبة سكيك ده الجزائري في رصيد زوز هزائم أمام نادي ساقيت الزيت 27-26 وهزيمة مع السليمية 20 مقابل 19 وانتصار على الخليج السعودي 30 مقابل 24 في حين العربي القطري يتعادل مع المكنين 25 مقابل 25 وهزيمة مع الترجي 34 مقابل 26. على كل حال فريق الشبيبة سكيك ده الجزائري يحاول باش يضمن على الأقل مركز أو مقعد في الدورة النصف النهائي. باش يستأنف اللعب بهجوم بعد وقت مستقطع لفريق الشبيبة سكيك ده الجزائري من أجل العودة في المباراة باعتبار متأخر إلى حد الآن إلا ثلاثة. شبيبة سكيك ده الجزائري أمام العربي القطري كالعادة في التنسيق رقم 5 مصطفى حاج صدوق إلى الساعد على الجهة اليسرى من جديد يحاول الاختراق دخول بقوة يقوم به محمد أحسن جبلة في العملية الأخيرة. هاني كيخي يرتقي كرة خارج المرمى لكن 9 أمتار يتحصل عليها هاني كيخي اللاعب اليساري. قلت إمكانيات كبيرة لهذا اللاعب وأمامكم رغم قصر القامة متاعه لكن يعني عنده فنيات كبيرة يلعب برشا على ساقيه لاعب حركي ويعطي برشا حلول خاصة على المستوى الهجومي. يعني عادة ما تعودنا بالسواعد يكونوا عندهم قامة طويلة لكن هاني كيخي ربما فنيته خلته يلقى الحلول على المستوى الهجومي. تعود الكرة من جديد في التنسيق البوسني إيفان ميلاس. صبحي سعيد يصبح كساعد على الجهة اليمنى يحاول باش يلعب على ساقيه. صبحي سعيد يكمل العملية يربح 9 أمتار من جديد. 9 أمتار لفريق العربي القطري بإشارة من ثنائي التحكيم التونسي نعاود نذكر به زفر المباراة سمير مخلوف وسمير كريشين. هاني كيخي يضيع الكرة هاني كيخي مرة أخرى دخول بقوة. شنو يقول الحكم صبحي سعيد ربما حب يخلي اللاعب في فخ الدخول بقوة لكن هاو المرة هذه اللاعب الجزائري يرتكب الخطأ يعمل دخول بقوة يعود الامتلاك لفريق العربي القطري. هذا الفريق كما قلنا طعم رصيده البشري لهذه البطولة باللاعب السابق للنجم الساحلي الشباب النصر الإماراتي الوكرة والسد القطري تجربة كبيرة لصبحي سعيد كذلك اللاعب السابق لجمعية الحمامات والقطر القطري حسام رمان. تعود الكرة إيفان ميلاس يبحث على باسل الرئيس إلى لعب الدائرة. صبحي سعيد في مركز لعب دائرة يعمل عملية انطلاق ويسجل هدف على 6 أمتار يعني نعرفوه كمنسق صبحي سعيد لكن مع الوضعية الأخيرة تسلم الكرة على 6 أمتار وأنا هو الهدف في وضعية لعب الدائرة. هاي أمامنا الإعادة بكل ذكاء صبحي سعيد يسجل هدف رقم 9 مع 4 9 مقابل 5.
تعود الكرة جزائرية عن طريق مصطفى الصدوق في التنسيق، تمريرة بدون عنوان يستفيد منها فريق العربي القطري اللي يرجع في وضعية هجومية كالعادة. الثلاثي الخلفي صبحي سعيد، إيفان ميلاس، وهاني كيخي يعني المنسق وزوسة واحد، لعب الدائرة هو اللعب باسل الرئيس، ورقم 18 ثامر علي هو اللي عنده الكرة في اللحظة هذه، لعب الجناح. تعود الكرة، دخول بقوة أو مشي بالكرة، بالفعل مشي بالكرة في العملية الأخيرة. يعود الفريق الجزائري، شبيب تسكيك ده لعب رقم 13 محمد أحسن جبلة إلى المنسق، عملية تسلسل توصل للجناح قوي، إيفان ميلاس دفع موجود لكن الحكم يكتفي بالإنذار على اللاعب رقم 11 عبد مراد في العملية الأخيرة. تعود الكرة في التنسيق كالعادة، مصطفى الصدوق إلى اللاعب الساعد محمد أحسن جبلة من جديد، الامتلاك يخسر الكرة، يرجع في وضعية دفاعية الفريق الجزائري. صبحي سعيد يختار التريث مع إيفان ميلاس، ينتظر، يختار الهجمة المركزة فريق العربي القطري، يعني حاول أكيد هذا مفهوم، فريق عنده إمكانيات فنية كبيرة، خبرة كبيرة لعناصره، يحاول باش يخفض في نسق المباراة ويعني قصت مجهوداته بلغة الكرة، باعتبار أنه المقابلات والنسق ماراتوني، اليوم الدور ربع نهائي، غدوة الدور نصف النهائي. هذا هاني كيخي يتصدي له الحارس رفيق ضيفي، قلت أكيد كل مدرب وكل فريق يحاول يتعامل بكل ذكاء مع الرصيد البشري ومع الطاقة البدنية والذهنية للاعبين باش يحضرهم كل مباراة، يعني أكيد نسق ماراتوني وجنوني، يعني مباراة في كل يوم أكيد بنظام الكأس اللي ينهزم يغادر المسابقة. كرة اللي لعب الجناح رقم 19 ينجح، لاعب الجناح يفتح الزاوية، رضوان سكر أو أمامنا كان حاسم في العملية الأخيرة، تسلسل تنتهي الكرة الأخيرة، هاي الإعادة يفتح الزاوية بكل ذكاء، يحط كرة فوق راس الحارس، يرجع الفارق مع أربعة، رضوان سكر والعربي القطري في وضعية هجومية، دخول رقم 17 معتصم محمد. صبحي سعيد في التنسيق، إيفان ميلاس، هاني كيخي يطلب الكرة، يحاول باش يكمل عملية، صبحي بكل ذكاء، صبحي الدفاع قوي الجزائري، قوي دفاع الجزائري، صبحي سعيد أمامنا مع باسل الرئيس على مستوى الدائرة، كمل العملية، جي إيفان مش من وسط الدفاع باش يضرب هاني كيخي إلى لعب الدائرة، قوي جدا منظم في اللحظة هذه الدفاع الجزائري، كرة تصطدم بالعارضة وترجع من جديد، من جديد الهجوم للفريق العربي القطري. دخول رقم 55 مصطفى الكرات ومسح أرضية القاعة من ثنائي التحكيم التونسي سمير مخلوف وسمير كريشين، قلت يوم كان مخصص لمباراة الدور ربع النهائي اللي شهدت انسحاب سبورتينغ المكنين رغم المباراة الكبيرة اللي قدمها، لكن حسمها السالمية بعد الحصص الإضافية بهدف فارق. على كل حال إن شاء الله بالتوفيق لبقية الفرق التونسية، فتح الزاوية على القائمة، الكرة الأخيرة قلت بالتوفيق خاصة للترجي ونادي ساقية الزيت اللي مازالوا في المسابقة. هدف عن طريق اللاعب رقم 10 فتحي هوشيت، الهجمة المعاكسة والفاست بريك، أمامنا 50% نسبة النجاح، هدف على زوز محاولات لهذا اللاعب شبيب تسكيك الجزائري، يعني في رصيده انتصار وحيد في الدورة الأول وزوز هزائم. تعود الكرة، إيفان ميلاس، صبحي سعيد، الدفاع أصبح 3-3 تقريبا، هذا الحكم سمير كريشين ينبه على اللاعب رقم 19 ويوجه له الورقة الصفراء،
حوار ثنائي مع لاعب الدائره باسل الرئيس. الحكم متفطن. صبحي سعيد من جديد يحب يلعب على ساقي صبحي سعيد، ما يلقاش الحلول. قلنا تحسن اداء الدفاع الجزائري وتحسنت معها النتيجه الا ثلاثه. ايفان ميلاس قطع الكرة من جديد والهجمة المعاكسة، يختار التريث إلى رقم 19 وجه لوجه، ينجح ينجح رضوان سكر كما قلنا رقم 19 يرجع الفريق الاثنين. وقت مستقطع هذا اللي كنت نحكي عليه، عودة الفريق الجزائري الشبيب تسكيكدا إلى مستوى إلا 2-9 مقابل 7. تحسن نسبي في الدفاع، أحيانا يغير الدفاع 5-1 3-3، ربما تفطن إلى نقطة قوة الفريق العربي القطري خاصة السواعد إيفان ميلاس وهاني كيخي، وضرب محاصرة فردية على مستوى 6 أمتار على لعب الدائرة باسل الرئيس. 9-7 أسبقية دائما للعربي القطري. يعني شبيب تسكيكدا الجزائري اللي ما يعرفوش الفريق هذا، فريق تأسس سنة 1995 وأبرز إنجازاته هو التتويج بالدوري الجزائري في مناسبتين وكأس السوبر الجزائرية، وتحول البطولة هذه بتشكيلة يعني 100% من أبناء النادي، وهي ثاني مشاركة عربية في رصيد الفريق الجزائري، وين بلغ النهائي بطولة العربية للأندية سنة 2007 في السعودية، وتأسيسه كان سنة 1995 يعني حديث العهد من طرف رئيسه الحالي ياسين عليوت، وهو فريق يعتمد يعني بنسبة كبيرة على العمل القاعدي وتكوين الشبان. نعرف تقاليد كبيرة للفرق الجزائرية وكرة اليد الجزائرية. هاني كيخي خبرة كبيرة يكمل العملية، لكن الحكم يقول رمية 9 أمتار في العملية الأخيرة وورقة صفراء في وجه عز الدين يشور. تعود الكرة من جديد صبحي سعيد في التنسيق، شوف الدفاع متقدم يعني كيفاه حسام رمان لاعب السابق لجمعية الحمامات يتم إقحامه في اللحظات هذه، وأمامنا حسام رمان يعمل التقاطع مع صبحي لكن ما فهموش، عكس الهجمة من جديد سلاح الفريق الجزائري والهدف، هدف تذليل الفارق إلا واحد عن طريق اللعب رقم 10 فتحي هوشيت، كان وجه لوجه تقريبا يستغل في أخطاء الفريق القطري في الشوط الأول على مستوى الأخطاء الهجومية، ثم يقوم بعكس الهجمة وما يلقى صعوبة. صبحي سعيد يحاول باش يتحرم المحاصرة مراقب، كما قلنا تحسن أداء الدفاع الجزائري خلى فريق العربي القطري يلقى مشاكل على المستوى الهجومي، رغم تغيير اللي قام به مدرب الجزائري للعربي القطري عمر عازب بإقحام حسام رمان. تعود الكرة صبحي سعيد يحاول باش يتصرف في وسط الدفاع، مازال الهجوم، حسام رمان يضرب كرة ممتاز، هذا حسام رمان التونسي يأتي بالحل للفريق القطري عكس الهجمة بسرعة. ممتازة التمريرة وممتاز الهدف، ممتازة التمريرة وممتاز الهدف، تقريبا عملية كلاسيكية بين المنسق ولعب الدائرة، هذه إعادة متاع هدف حسام رمان، ثم تجي تأتي الإجابة بسرعة عن طريق اللاعب فتحي هوشيت أمامنا على الصورة. تعود الكرة كالعادة صبحي سعيد، شوف الدفاع الجزائري متقدم على 9 أمتار تقريبا ودارس مليح الفريق الجزائري، نقاط قوة لكن هاي تجي الحلول عن طريق رقم 55 مصطفى الكراد في العملية الأخيرة. لاحظوا في الفريق الجزائري قاعد يعتمد في الهجمة السريعة، فتح الزاوية والحارس المرة هذه علي قربة يتألق علي قربة، هذا صورة الهدف الأخير للعربي عن طريق مصطفى الكراد، ثم الإجابة كان بتصدي من الحارس علي قربة للعربي القطري. ربما فريق العربي القطري حاول باش يقسط مجهوده ويخفض في النسق يحقق الانتصار بأقل المجهودات يعني، وهذا واضح حتى على مستوى الرصيد البشري ثري وثري جدا لفريق العربي القطري في المقابل.
سكيكدا الجزائري يسعى لتحقيق المفاجأة وضمان مقعد في الدورة نصف النهائي. حسام رمان إلى لعب مصطفى الكراد، دخول بقوة في العملية الأخيرة، يعود عكس الهجمة بسرعة بنفس الطريقة، ممتاز ورفع الكرة ممتاز خارق للعادة. الهدف الأخير للاعب رقم 10 فتحي وشيت، فنيات كبيرة، يموه باش يمرر ثم يكمل عملية باللوب، يرفع الكرة بالحارس، 11-10. عودة الفريق الجزائري للأمانة، قاعد يلعب بالند للند فريق الشبيب سكيكدا الجزائري، دفاع ممتاز 3-3 تقريبا مع الصعود على صبح سعيد، هاي أمامنا المحاصرة، وكذلك على حسام رمان اللي خذا مكانه في اللحظات الأخيرة. تعود الكرة حسام رمان إلى اللاعب رقم 55 مصطفى الكراد، من جديد يخرج الجناح من مركزه ويصبح لاعب دايرة ثاني، توصل الكرة بس للرئيس على 6 أمتار، رمت 7 أمتار وقصاء واستبعاد بدقيقتين يبدو لي، بل في انتظار التأكد تم الإعلان على رمت 7 أمتار. واللاعب باسل الرئيس رقم 14 يبقى ملقى على أرضية القاعة، هاي الإعادة، تمريرة حاسمة من حسام رمان إلى لاعب الدائرة باسل الرئيس على 6 أمتار، متفطن ثنائي التحكيم التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان، استبعاد بدقيقتين بالفعل كما قلنا، استبعاد بدقيقتين في وجه اللاعب رقم 13 محمد أحسن جبلة في نقاش مع الحكم سمير مخلوف، يعني فسر له الخطأ اللي قام به. على كل حال يبقى ملقى على أرضية القاعة، هذا لاعب الديرة إمكانيات بدنية كبيرة لباس للرئيس اللي تحصل على رمية 7 أمتار في تنفيذها مصطفى الكراد، هذا حارس المرمى الجزائري رفيق ضيفي ومصطفى الكراد رقم 55 يعطي الحكم إشارة تنفيذ 7 أمتار، الكراد مع الحارس الضيفي ينجح يسدد وينجح يسجل هدف رقم 12 أمامنا، الكراد رقم 55 يعود الفارق مع 2 دائما للعربي القطري، يعني منذ بداية المباراة ولا مرة أخذ فيها الفارق الفريق سكيكدا الجزائري مع نقص عددي في صفوف شبيب سكيكدا الجزائري. كيفاش باش يتعامل مع الوضعية في الهجوم، قاعد نشيد في دفاع متقدم على 9 أمتار تقريبا حسام رمان، بس الرئيس وكذلك اللاعب رقم 11 عبد مراد، تعود الكرة من 9 أمتار يضرب وينجح، ينجح الجزائري طول قامة ومن رقم 5 هو اللي سجل هدف مصطفى حسدوق، هاي الإعادة أمامنا من 9 أمتار بكل قوة، كرة أرضية غلط الحارس علي قربة وترجع الفريق الجزائري إلا 1-12-11 في توقيت 26 دقيقة لعب، أقل من 4 دقائق على نهاية الشوط الأول. من جديد قوية للتسديدة لكن الحارس يتصدى المرة هذه رفيق ضيفي رغم اصطدام الكرة بالقائم، ثم ترجع سهلة في دينا الحارس يحاول باش يطول الهجمة، أكيد هذا طبيعي الفريق الجزائري منقوص من اللعب. تعود الكرة، تعود الكرة والهجوم لفريق السكيكدا الجزائري في التنسيق رقم 5 مصطفى حج صدوق، ترجع الكرة البحث على لاعب الدائرة من جديد رقم 19 عز الدين هيشور، عز الدين هيشور يحاول باش يكمل عمليه للعب الجناح، التنبيه باللعب السلبي من ثنائي التحكيم، ينتظر الحلول الفريق الجزائري، التسديده ولا ماشي بالكره، ماشي بالكره يقوم به اللاعب وعكس الهجمه الفاس بريك، توصل الكره رقم 11 عبد مراد بكل امتياز بكل فنيات، حط كره تحت الحارس وجه لوجه عبد مراد، هذا صبح سعيد، هذه الإعادة أمامنا عبد مراد في العملية الأخيرة، بالفعل ربما ثم دخول في المنطقة في العملية الأخيرة باعتبار أنه اللاعب المس القاعة قبل ما تخرج الكرة من اليد نتاعه ربما، لكن يتم احتساب الهدف. على كل حال نرجع مع 2 للعربي القطري على حساب سكيكدا الجزائري،
تعود الكرة، قطع الكرة من جديد باسل الرئيس، يمشي وجه لوجه في الهجمة المعاكسة وينجح، ينجح باسل الرئيس مرة أخرى. 14 هذا أمامنا نسبة نجاح 100%، زوز أهداف من زوز محاولات للعب الدائرة، يعني دائما ما نشاهد لاعبي الدائرة عندهم بنية جسمانية قوية على غرار اللاعب السابق عصام تيج، يعني والجرينتا كبيرة على كل حال، يعني مركز مهم جدا ديما يكون في حوار مع الدفاع، هذاك علاش يتطلب لياقه بدنيه كبيره. يمشي رقم خمسه ممتاز، عنده فنيات يربح سبعه امتار، اللاعب مصطفى الصدوق يخترق الدفاع القطري ويلقى الحلول، دفاع في المنطقه، الحكم سمير مخلوف يقول رميه سبعه امتار، هاي الاعاده امامنا رغم ان الكره اصطدمت بالعارضه لكن تحصل على رميه سبعه امتار في تنفيذها علي بولحسه. علي بولحسه في تنفيذ رميه السبعة امتار، رقم 11 امام ولا حارس، الحارس الثاني يتصدى، الحارس رقم 23 حسين، عفوا حارس العربي القطري بالفعل حسين بسكيري اللي دخل مكان الحارس علي قربه، يتصدى لرميه السبعة امتار، كانت مهمة للفريق الجزائري للعودة الاثنين. تعود الكرة صبحي سعيد، عملية التسلسل توصل الجناح، يفتح الزاوية وينجح، ينجح رقم 11 اللاعب عبد مراد، يلقى في الحلول، ينوع الفريق القطري من الأجنحة من لعب الدائرة ويخسر كرة، لكن يدارك الفريق الجزائري إلى لعب الدائرة ثم الجناح، يفتح الزاوية علي قربة يتصدى، ونهاية الشوط الأول بأسبقية مع أربعة للفريق القطري. هذه الإعادة متاع هدف عبد مراد من الجناح، 15 مقابل 11 أسبقية مؤقتة في هذا الشوط الأول للعربي القطري على حساب سكيكدا الجزائري، رغم أنه شوط أول ما ارتقاش المستوى كبير من زوز فرق، ربما كل مدرب وكل فريق يحاول باش يقسط مجهوداته، خاصة نحكي على العربي القطري اللي في طريق مفتوح للأمانة، باعتبار أنه ما خلاش شبيب سكيكدا الجزائري ياخذ الفارق منذ بداية المباراة، سيطر على المقابلة، أحيانا غير مدربه بعض اللاعبين، مدربه الجزائري عمر عازب، شفنا دخول لاعب حسام رمان التونسي، كذلك إيفان ميلاس اللي بدأ المباراة ثم دخل مكانه مصطفى الكراد، حتى على مستوى حراسة المرمى علي قربة ثم الحارس الثاني حسين بسكيري. على كل حال نهاية الشوط الأول بأسبقية مؤقتة للعربي القطري على حساب شبيب سكيكدا الجزائري، 15 مقابل 11 من قاعة الرائد البجاوي. بس في لحظات قبل البداية بأولى الهجومات عن طريق الفريق الجزائري، شبيب سكيكدا في وضعية هجومية، شوط أول كما قلنا انتهى بنتيجة 15 مقابل 11، عودة إلى مجريات الشوط الثاني، الفريق الجزائري من أجل العودة في المباراة والعربي القطري من أجل حسم ورقة الترشح والترفيع في الفرق، مش ما يخليش فريق شبيب أمل سكيكدا يرجع ويأمن بحظوظه في آخر المباراة. تعود الكرة كالعادة رقم 14 طارق بوخميس، الكرة تصطدم في القائم وترجع، يبقى الامتلاك والهجوم للفريق الجزائري في التنسيق، مصطفى الصدوق يمشي حامل قميص رقم 13، محمد أحسن جبلّة قدم شوط أول ممتاز وأعطى برشا حلول خاصة على المستوى الهجومي، لكن خبرة كبيرة لفريق العربي القطري، التنبيه باللعب السلبي من ثنائي التحكيم التونسي سمير كريشين وسمير مخلوف، ربما باش تكون تمريرة وتسديدة عن طريق اللاعب رقم خمسة اللاعب مصطفى الصدوق، يقول الحكم يرجع الهجوم، حكم المنطقة يعني أعطى الكرة للفريق الجزائري وحكم الساحة يعني وسط الملعب أعطى الكرة للفريق القطري، وبعد التشاور بين سمير مخلوف وسمير كريشان ترجع الكرة للفريق القطري باعتبار انه كان ثم تنبيه باللعب السلبي،
ربما انتظرنا مصطفى حاج صدوق باش يسدد من 9 أمتار لكن تباطأ، مما خلى ثنائي التحكيم يرجع كرة بامتلاك، وهذا استبعاد بدقيقتين للاعب الجزائري رقم 14. يبدو لي تغيير خاطئ، نعرفوا في كرة اليد يعني وقت اللي اللاعب يدخل قبل ما يخرج زميله يعني يعرض فريقه للعقوبة. هذا اللي صار في العملية الأخيرة، رقم 14 طارق بوخميس يعني كان يتأهب للدخول، تخلق بل صاحبه يعني زميله ما خرج، ما غادرش الخط النهائي للملعب، وهو دخل متفطن الطاولة متاع النقاطيين، يوجه عقوبة الاستبعاد بدقيقتين. حسام رمان الحارس يتألق يرجع الكرة الأخيرة، تصدي ممتاز من الحارس الجزائري رقم 22 اللي دخل في الشوط الثاني. عادل بوسميل هو اللي يبدأ الشوط الثاني في الشباك الجزائرية، أولى التصديات لكرة التونسي حسام رمان اللي حاب يجرب حظه من 9 أمتار، لكن الحارس زاوية التسديد يعني كان سبقه للزاوية، أكيد يحضروا المقابلات حتى حراس المرمى ويحفظوا الزاوية متاع التسديد بالنسبة للاعبين. على كل حال تصدي أول لعادل بوسميل في الشوط الثاني، كورة وممتاز الهدف بالروليت يعني بالمعصم رقم 5 فنيات كبيرة المصطفى حاج صدوق، يتمكن من إرجاع فريقه إلا 3، 15 مقابل 13. هاي الإعادة بالمعصم إغالة الحارس علي قربة، يخسر الكورة الفريق القطري في الهجوم ويرجع الفريق الجزائري في وضعية هجومية، يحاول باش يرجع في المباراة. الفريق الجزائري عنده فنيات على المستوى الفردي يعني ممتاز، فريق يضم في صفوفه عديد اللاعبين الممتازين، لكن الفريق الجزائري ربما ماهوش يلقى في الحلول على المستوى الهجمة المركزة، صعوبات كبيرة. عملية تقاطع توصل الكرة الرقم 14 طارق بوخميس في انتظار استكمال الرصيد البشري، ممتاز منقوص من اللاعب ويسجل فريق الجزائري، منقوص من اللاعب ويسجل هذا الهدف الأخير. محمد أحسن جبلة شوف الفنيات والمرور بكل سهولة، لاعب يسيري يحط الكرة على يسار الحارس علي قربة، يقلص الفارق من جديد إلا 2، 15 مقابل 13 في انتظار قرار ثنائي التحكيم. يبدو لي ثم إشارة من طاولة النقاطيين وطاولة المراقبين تاع المباراة، على كل حال يتوجه لهم الحكم سمير كريشان. استبعاد مرة أخرى بدقيقتين، نفس المشكل تقريبا، نفس المشكل يتعاود مرة أخرى، هذه المرة مع اللاعب رقم 10 فتحي هوشيت، يتم استبعاده مرة أخرى يعني باعتبار أنه التغيير كان خاطئ. هذا اكيد ما يتفطنه، كان طاوله نتاع مراقب المباراه اللي يكون بجنبه بنك الاحتياط نتاع زوز فرق، وهو اللي ينتبه لعمليه التغيير نتاع الدخول وخروج اللاعبين والاستبعادات. على كل حال 15 مقابل 13، 3 دقائق و20 ثانيه في هذا الشوط الثاني، دائما أسبقية الفريق القطري. هذا حوار بين مدرب شبيب تسكيكدا الجزائري محمد بابوش والحكم سمير مخلوف، منقوص عددين من لاعب فريق الجزائري. على كل حال 5 لاعبين موجودين على أرضية القاعة بالنسبة للفريق الجزائري، دفاع قوي رغم من نقص العددي، يحاول باش يتحرك مع جهة الكرة يعني شو دفاع متقدم حتى على المنسق حسام رمان، تعود الكرة دفاع الخط المرة هذه 0-6 على كامل 6 أمتار. صبحي سعيد يحب يوصل عملية وحسام رمان يربح 9 أمتار من جديد، حسام رمان يتأهب باش يسدد رقم 55، ينجح مصطفى الكرات في العملية الأخيرة اليساري ينجح يحط كرة أرضية على يمين الحارس عادل بوسميل. هاي الإعادة رغم المتابعة من الحارس لكن الكرة تجاوزت الخط النهائي، نرجع مع 3 دائما الأسبقية للعربي القطري. نعود نرحب بالسادة المشاهدين على الوطنية الثانية ونذكر بالإطار آخر مقابلات الدور ربع النهائي في انتظار التعرف على الفريق اللي باش يكون منافس لنادي ساقية الزيت، الفريق المنظم للدورة في الدورة النصف النهائي بعد تأهل الترجي والسالمية.
الى الدور النصف النهائي المطالبه برميه 7 امتار. بالفعل رميه 7 امتار يقول دفاع في المنطقه. الحكم سمير كريشين، هاي الاعاده امامنا، تغيير مره اخرى في حراسه المرمى، يخرج الحارس علي قربه، يدخل رقم 23 الحارس حسين بسكيري، رقم 13 في شبيب تسكيكدا الجزائري محسن محمد احسن جبلة، هو اللي يمشي لتنفيذ رميه 7 امتار. لاعب يساري امامه الحارس حسين بسكيري، يعطي الحكم اشاره التنفيذ. جبلة يتصد، يتصد الحارس رغم انه الكره اصطدمت في وجه الحارس. على كل حال يتم ايقاف التوقيت، ورقه حمراء، ورقه حمراء، ربما اجتهاد ثنائي التحكيم يعني يكيف العمليه على انه اللاعب الجزائري تعمد ضرب الكره في وجه الحارس، هذا مستبعد. على كل حال اجتهاد ثنائي التحكيم يقول انه ورقه حمراء في وجه محمد جبلة في العمليه الاخيره. على كل حال يعني احترام لقرار الحكم، برافو للاعب الجزائري رغم الاقصار يا اقصاء يعني ما ناقش بعد القرار. يخرج نهائيا محمد احسن جبلة، ورقه حمراء مباشره في انتظار عوده الحارس علي قربة. على كل حال فريق الجزائري باش يبقى منقوص عدديا من 2 لاعبين، ثم اكيد في القوانين ينزل لاعب اخر، يعني اللاعب اللي خذاه ورقه حمراء بعد دقيقتين يتم تعويضه بلاعب اخر، ويرجع هنا علي قربة حارس الاول للفريق العربي القطري. صبحي سعيد التقاطع الى ايفان ميلاس في طريق مفتوح، لكن كورته خارج المرمى. اختار القوة ايفان ميلاس في الكرة الأخيرة، لكن كورته خارج المرمى. ربما لو استعمل الفنيات رفع الكرة واختار زاوية تحت الحارس، لكن اختياره غير صائب في العملية الأخيرة، رغم انه المساحة والثغرة كانت موجودة في الدفاع الجزائري، لكن كورته كانت غير مؤثرة. تعود الكرة من جديد، 4 لاعبين، وفي اللحظة هذه يرجع لاعب منقوص من لاعب الفريق الجزائري رقم 5، يحاول باش يتسرب ويخترق الدفاع مصفحة الصدوق، يربح 9 امتار. دفاع قطري قوي من الفريق العربي القطري، حب يوصل كرة لاعب الدائرة، قطع الكرة علي قربة، يبقى ملقى على أرضية القاعة عبد مراد نسق للأمانة منخفض في الشوط الثاني مباشرة، مقارنة بالشوط الأول. يعني شفنا نسق ممتاز في الشوط الأول، أحيانا الفريق الجزائري يعني على طريق الهجمات المعاكسة، على الهجمات المركزة، استطاع باش يلقى الحلول على المستوى الهجومي كيف كيف الفريق العربي القطري. هاي الإعادة للكرة الأخيرة اصطدمت في لاعب رقم 11 عبد مراد، ربما تعرض لإصابة بليغة على مستوى القدم، ربما إصابة عضلية، إصابة عضلية تعرض لها اللاعب هذا. على كل حال إن شاء الله سلامات بالنسبة للاعب القطري. هاي الإعادة أمامنا، ممكن في النزول وقت اللي صعد والنزول كان على الساق الخاطئ. على كل حال ربما عملية التواء في الكاحل، على كل حال إصابة تخليه ربما ما كملش المباراة أو قاعد نشاهد في أعوان الحماية المدنية حتى ينزلوا على أرضية القاعة لنقله، قد تكون إصابة عضلية للاعب رقم 11 عبد مراد. هذا علي قربة أمامنا على الصورة، حارس ممتاز، يعني حارس قدم الإضافة على مستوى حراسة المرمى في الدورة الأول، وكان حاسم في عديد المقابلات. دخول رقم 17 معتصم محمد، يعني شاهدناه أساسي في المباراة الفارطة. هذا اللاعب مباراة كان حقق فيها العربي انتصار فرق عريض على نادي شباب ورجل الجزائري 29-17 في آخر مباراة في الدورة الأول، أو أمامنا يخسر أولى الكرات معتصم محمد. 30 ثانية ويكتمل نصاب الفريق الجزائري بعد إقصاء اللاعب محمد أحسن جبلة. 16 مقابل 13، دائما الأسبقية قطرية.
في قاعة الرائد البجاوي من أجل التعرف على آخر فريق في الدورة النصف النهائي والمربع الذهبي. يرجع في التنسيق مصفح الصدوق الاختراق والتسديد مرة أخرى، علي قربة يؤكد مستوى العالي في حراسة المرمى، يسبق للزاوية متاع التسديد. كما قلنا الحراس يحضروا المقابلات ويحضروا اللاعبين يعني حتى يتفرجوا في المباراة الفارتة في زوايا التسديد. هذا اللاعب رقم 19 بدوره يفشل إسماعيل محمد في حوار ثنائي مع الحارس عادل بوسميل، يعني غياب النجاعة الهجومية على الزوز فرق. يعني شفنا تسرع كبير في اللحظات الأخيرة، هجوم يعني ما يتمش تسجيله من الزوز فرق. يكتمل نصاب فريق شبيب تسكيكدا الجزائري رقم 11 يدخل في اللحظات هذه. علي بولحسة كساعد أو يمشي للجناح كالعادة في التنسيق، مصفح الصدوق إلى اللاعب رقم 13 ينجح رقم 19 رضوان سكر أمامنا يتمكن من إضافة الهدف رقم 14. يرجع الاثنين يعني قوة كبيرة واندفاع كبيرة، الإجابة إجابة بسرعة من إيفان ميلاس البوسني أمامنا على الصورة. هاي الإعادة قوي جدا على مستوى التسديد من المسافات البعيدة من 9 أمتار، يعني لاعب عنده طول قامة يختار دائما القوة في التسديد وحل من الحلول على مستوى الخط الخلفي. نعرف الخط الخلفي يتكون من المنسق والزوز سواعد والخط الأمامي الموجود فيه لعب الدائرة وزوز الأجنحة. تعود الكرة التقاطع كالعادة، البحث عن التسديد رقم 14 يضرب كرة ينجح بنفس الطريقة. طارق بوخميسي يجاوب إيفان ميلاس في العملية الأخيرة ويرجع الفارق الاثنين 17 مقابل 15 9 أمتار من جديد. 9 أمتار الأمانة الفريق الجزائري قاعد يقدم في مباراة محترمة مقارنة بالرصيد البشري، يعني فريق كله أبناء النادي بدون تعزيزات، يعني حاول يأمن بحظوظه. هذا صبحي سعيد خبرة كبيرة من صبحي سعيد، ممتاز الهدف الأخير حركية يلعب على ساقيه يفتح الثغرة. هاو مرة أخرى يدخل في التسرع الفريق الجزائري، الحكم يقول إعادة تنفيذ رمي توسط الميدان. هاي الإعادة صبحي سعيد بكل ذكاء حط كرة مش قوية لكن في زاوية. خبرة كبيرة للاعب المنتخب التونسي وتجارب عديدة صبحي سعيد، الشباب، النصر الإماراتي، الوكرة، السد القطري، عديد التجارب. هذا أكيد مطلوب في أوقات الغصرة إن صحت العبارة، وقت الفريق ما يلقاش الحلول. أكيد الحلول الفردية تجي من لاعبي أصحاب الخبرة على غرار هدف صبحي سعيد. تعود الكرة من جديد لفريق سكيكدا الجزائري، ممتاز الهدف عمل كبير، التقاطعات وكذلك خلق الثغرات في الدفاع القطري. هذه تسديد على ثبات من اللاعب رقم 14 طارق بوخميس، قاعد يقدم في حلول على المستوى الهجومي لاعب شبيب سكيكدا الجزائري. تعود الكرة ميلاس يضرب من 9 أمتار مرة أخرى، يعني نسبة نجاح عالية لهذا اللاعب في المباراة تقريبا باستثناء الأهداف من المسافات البعيدة، ويجاوب بنفس الطريقة ولو أنه علي قربة هو اللي سجل هدف في مرمية، يعني كرة تضرب على العارضة ثم تصطدم في يده وتدخل. نرجع إلى اثنين دائما الأسبقية للعربي القطري مع اثنين. هاي الإعادة لهدف إيفان ميلاس ثم بسرعة رقم 14 طارق بوخميس يجاوب بنفس الطريقة. هذه رمية 7 أمتار يبدو لي واستبعاد بدقيقتين، واضح المسك كان موجود. سمير كريشين في العملية الأخيرة يقوم باستبعاد اللاعب رقم 18 وليد جبروني أمامنا. مرة أخرى الفريق الجزائري منقوص عددين من لاعب، رمية 7 أمتار لاعب الدائرة باسل الرئيس هو في التنفيذ ينجح يسدد وينجح. أو أمامنا نسبة نجاح 100%، 3 على 3، 3 محاولات 3 أهداف للعب الدائرة، منقوص عددين من لعب فريق شبيب تسكيكدا الجزائري بعد إقصاء اللعب وليد جبروني. تعود الكرة من جديد في التنسيق كالعادة طارق بوخميس،
حب يعمل الاختراق في وسط الدفاع، يحاول باش يلقى له الحلول يعني بدون لاعب دير او يعمل عمليه الانطلاق. التقاطعات كالعاده توفى على اللاعب رقم 5 مصباح الصدوق، يبحث على الجناح متميز الدفاع القطري قوي في اللحظات هذه. الجناح يفتح الزاويه وينجح، ينجح منقوص عدديا ويسجل الفريق الجزائري في العمليه الاخيره. رضوان سكر يرجع الفارق الى 2. فتح الزاويه من الجناح خارج المرمى، كره معتصم محمد خارج المرمى ويخلي امكانيه للفريق الجزائري من اجل العوده الا 1، باعتبار انه النتيجه الحاليه هي 20 مقابل 18 مع امتلاك هجومي ووضعيه هجوميه للفريق الجزائري منقوص عدديا من لاعب ويتعامل بكل ذكاء مع الوضعيه. يسجل هدف وما يقبلش هدف، الدفاع يخليه يرجع من جديد في محاولة لتقليص الفارق الا 1 كالعادة. رقم 14 طارق بوخميس في التنسيق، التقاطع بين اللاعب رقم 10 فتحي هويشات، توصل الكرة الى طارق بوخميس من جديد، تعود الكرة الى رقم 5 مصفح الصدوق يبحث على زميله، رمي 9 امتار موجودة بإشارة من حكم سمير مخلوف يقول 9 امتار كالعادة. بوخميس يضرب كرة ممتاز، طارق بوخميس يرجع فريقه الا 1، 20 مقابل 19. عودة الفريق الجزائري في المباراة هي خبرة صبحي، والكرة تصطدم بالقائم، كرة اللاعب الديرة باسل الرئيس لكن سوء تركيز، حاب يسرع على هجمة ايفان ميلاس تقطع الكرة، غياب التركيز في اللحظة هذه والتسرع من زوز فرق، يعني شفنا تقريبا غياب الحلول الهجومية على زوز فرق، شفنا إذاعة فرصة وهزمة للفريق القطري في المقابل كيف كيف. نفس الشيء بالنسبة لفريق شبيب تسكيكدا الجزائري اللي ضيع كرة في الهجوم ويرجع في وضعية دفاعية. تعود الكرة من جديد إلى اللاعب رقم 55 اللي ينزل في اللحظة هذه مصطفى الكرات، صبح سعيد يضرب كرة تصطدم في العارضة ويتصدى لها الحارس، يتصدى الحارس عادل بوسميل للكرة الأخيرة وعكس الهجمة بسرعة. التغييرات يحاول باش يربح بعض الوقت والقيام ببعض التغييرات، بالفعل المدرب الجزائري محمد بابوش يرجع اللاعب رقم 19 رضوان سكر على مستوى الجناح أو أمامنا، يرجع كساعد على الجهة اليسرى ويمشي رقم 14 طارق بوخميس في التنسيق. ها مرة أخرى يخسر الكرة الفريق الجزائري، سوء تعامل مع الوضعية الهجومية يخليه يخسر أكثر من مرة الكرة في الحالة الهجومية هذه. رمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار يبدو لي معها استبعاد بدقيقتين أو لا. على كل حال رقم 55 هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة مصطفى الكرات، استبعاد بالفعل مرة أخرى لرقم 18 وليد جبروني. وليد جبروني هو اللي تم استبعاده، هاي الإعادة أمامنا، الاعتراض كان في وضعية دفاعية، إصابة للاعب مصطفى الكرات في انتظار الإسعافات على أرضية القاعة. 13 دقيقة و53 ثانية بالضبط هنا في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس، عودة الحارس رفيق ضيفي في التصدي لرمية 7 أمتار أمامه اللاعب الدائرة باسل الرئيس لاعب العربي القطري. يعطي الحكم إشارة التنفيذ باسل الرئيس، ينجح يسدد وينجح في رمية 7 أمتار، نسبة نجاح عالية لهذا اللاعب من مختلف المراكز، من 6 أمتار من رمية 7 أمتار. على كل حال يعني الحلول متنوعة ومختلفة للفريق القطري على مستوى الاختيارات وحتى على مستوى الزيد والرصيد البشري. تعود الكرة من جديد، دفاع متقدم تقريبا على منطقة 9 أمتار باعتبار منقوص من لاعب الفريق الجزائري. ممتاز ممتاز الهدف الأخير طارق بوخميس للأمانة، لاعب عنده فنيات كبيرة واعطى برشا حلول وسجل برشا أهداف لفريقه. هاي الإعادة من 9 أمتار يخذ المسؤولية على عاتقه ويحط الكرة في الزاوية المعاكسة للحارس حسين بسكيري يتمكن من إرجاع فريقه ولا 1. هاو إيفان مرة أخرى ينجح، مرة أخرى إيفان ميلاس البوسني أمامكم على الشاشة، 71% نسبة النجاح
لهذا اللاعب. قلنا يعني عديد الحلول بالنسبة للفريق العربي القطري ومدرب الجزيري عمور عازب، منقوص عددين من اللاعب، نفس الوضعية الفريق الجزيري تقريبا قاعد يلقى في الحلول من مجهودات فردية وخاصة اللاعب المتميز رقم 14 طارق بوخميس. تعود الكرة مصطفى حسادوق، يحاول باش يسدد من 9 امتار، ينجح يسدد وينجح ويسجل هدف رقم 21. نسبة نجاح عالية لهذا اللاعب، كذلك 3 على 3 كما قلنا، فنيات كبيرة على المستوى الفردي للفريق الجزائري مقارنة بالفريق القطري اللي حاول كأني به يعني قصد في مجهوده بأخف الأضرار، يحب يخرج به ورقة الترشح. هذا هدف للاعب الدائرة باسل الرئيس مرة أخرى، مباراة ممتازة على الرصيد الشخصي لباسل الرئيس، ونسبة نجاح عالية من مركز الدائرة. طلب الكرة كان ممتاز والتمريرة كانت حاسمة من صبحي سعيد. يكتمل نصاب الفريق الجزائري في اللحظة هذه، يرجع كالعادة طارق بوخميس في التنسيق، لاعب الجناح يحاول باش يعمل عملية ديبار والانطلاقة، يصبح لاعب دائرة ثاني بوخميس. التقاطعات مازالت للفريق الجزائري كالعادة، مصطفى حسادوق من 9 امتار إلى بوخميس، يحاول باش يجرب حظه عملية التسلسل كامل العملية، شي يقول ثنية التحكيم 9 امتار، يبقى الهجوم لصالح الفريق الجزائري، دفاع قوي وطول قامة إيفان ميلاس وكذلك اللاعب مصطفى الكراد، خلي الفريق الجزائري يعتمد على اللعب الخارجي يعني والتسديد من مسافات بعيدة. وقت مستقطع يطلب المدرب محمد بابوش مدرب شبيب تسكيك الجزائري، ربما شاف فريقه قاعد يقبل في أهداف سهلة وقلة انضباط تكتيكي على مستوى الدفاعي يخليه ياخذ وقت مستقطع، باعتبار انه كذلك ثم هناك ثنائي التحكيم التونسي قلت كان اشار الى تنبيه باللعب السلبي. نعاود نذكر بالنتائج نتاع مقابلات الدور ربع النهائي، نادي ساقيت الزيت انتصار مقنع على حساب الكويت الكويتي، فارق 8 اهداف 29 21، الترجي يحسم مباراته بفارق عريض على الخليج السعودي 43 27، والسالمية الكويتي انتصار على حساب سبورتينج المكنين 24 23. هذه نسبة نجاح اللاعبين ونسبة التهديف المباراة، أكيد احصائيات عالية على مستوى الأهداف خاصة للاعب رقم 14 في صفوف شبيب تسكيك الجزائري طارق بوخميس، وكذلك إيفان ميلاس تقريبا زوز نفس الخطة نفس المركز. ممتاز وممتاز كذلك التصد، ممتاز التسرب والاختراق من مصطفى حسادوق، والحارس يجاوب بتصدي حسين بسكيري في العملية الأخيرة، يبقى فريق الجزائري في وضعية هجومية. عملية التقاطع توصل الكرة إلى بوخميس من جديد إلى حاج صدوق، يكمل العملية الهدف لكن ما يتمش احتسابه، 9 امتار من جديد 9 امتار رغم احتجاج بنك احتياط فريق تسكيك الجزائري وطالب باحتساب الهدف، لكن ثنية التحكيم التونسي سمير مخلوف وسمير توصل الكرة لاعب الجناح، قلت ثنية التحكيم سمير كريشين وسمير مخلوف يعني ما عطاوش الأسبقية في العملية الأخيرة. ترجع الكرة 9 امتار للفريق الجزائري، يحاول باش يبقى يبحث عن الحلول. التنبيه باللعب السلبي، مصطفى حاج صدوق، مصطفى حاج صدوق من جديد ترجع له الكره المنسق باش يضرب من 9 امتار، يحرر ينجح مره اخرى، لكن هاو امامكم الاحتجاج نتاع المدرب الجزائري محمد بابوش اللي مره اخرى يطالب باحتساب الهدف. على كل حال مع 2 للفريق العربي القطري 23 21، 17 دقيقة و53 ثانية بالضبط في هذا الشوط الثاني. دائما أسبقية العربي القطري للأمانة، العربي القطري منذ بداية المباراة وهو ماخذ الفارق، يعني ما خليش شبيب تسكيك الجزائري يرجع في المقابلة. سمير كريشين وسمير مخلوف باش يرجعوا بالتنبيه باللعب السلبي، يعني تمريره وتسديده باش تكون العمليه هذه. توصل الكره للساعد، يوصل الكره للاعب الدائره، ممتازه العمليه، المطالبه برميه 7 امتار، ينجح في المتابعه لاعب الجناح، ممتاز
هاي المتابعة نحكيو عليها مهمة جدا في كرة اليد، يعني وقت اللي يتصدى الحارس اللاعب يكون يبقى في المتابعة، وهذا اللي صار في العملية الأخيرة. لعب الجناح يكمل العملية وغالة الحارس حسين بسكيري ويجي هدف رقم 24. مرة أخرى أخطاء دفاعية كبيرة في صفوف الفريق الجزائري تخليه يقبل هدف يعني بطريقة سهلة جدا، خاصة على مستوى المحاصرة. شوف مجهود فردي من اللاعب مصطفى الكراد، يعمل عملية باساج دبرا يعني المرور باليد ويكمل العملية بدون مشاكل. كرة في شباك الحارس رفيق ضيفي. نرجع مع وضعية هجومية والامتلاك الهجومي لشبيب تسكيك دال الجزيرة. تقاطعات من جديد كالعادة، حامل قميص رقم 19 يكمل العملية. ممتاز ممتاز اللاعب رضوان ساكر او 18 وليد جبروني هو اللي كمل العملية. هاي الإعادة وقت مستقطع، مرة هذه يطلبوا مدرب العربي القطري المدرب الجزائري عمر عازب، يعني ربما شاف فريقه تخل في التسرع ودخل في الريتم اللي حبضه الفريق الجزائري، هذاك علاش طلب وقت مستقطع. هذه نسبة ترتيب الهدفين على مستوى الشخصي، نسبة تسجيل الأهداف لكل لاعب في المباراة كما قلنا أرقام عالية بالنسبة للثنائي زوز سواعد ساعد العربي القطري البوسني إيفان ميلاس، وكذلك ساعد الفريق سكيك دا الجزائري طارق بوخميس. أمل شبيبة أمل سكيك دا الجزائري بدون مركبات يلعب المباراة ويلعب الند للند مع فريق العربي القطري، رغم أنه فريق حديث العهد. شبيبة أمل سكيك دا الجزائري تأسس سنة 1995 كما قلنا، أبرز إنجازاته التتويج بالدوري الجزائري في مناسبتين وكأس السوبر الجزائري، وثاني مشاركة على المستوى العربي بعد مشاركة وبلوغ الدور النهائي في البطولة العربية في نسخة 2007 في السعودية. نرجع بامتلاك هجومي في انتظار مسح أرضية القاعة. نعود نرحب بالسادة المشاهدين على الوطنية الثانية أينما كانوا وعشاق كرة اليد في هذه التظاهرة العربية، أكيد من شأنها تحسين المستوى كرة اليد العربية والاحتكاك بين فرق شمال إفريقيا خاصة والفرق الخليجية. تعود الكرة صبحي سعيد يحاول باش يكمل عملية، لكن قبل هذا تسعة أمتار، تسعة أمتار من جديد رغم تسجيل الهدف. يعني زوز فرق كان بهم يحتجوا على عدم ترك الأسبقية، شفنا منذ قليل مدرب الجزائر يحتج على الهدف اللي ما تمش احتسابه، نفس الشيء في كرة صبحي سعيد منذ قليل. هاو أمامنا يربح مرة أخرى تسعة أمتار مع واحد فارق هدف وحيد. للأمانة أداء محترم لفريق شبيب تسكيك دال الجزائري. إيفان ميلاس يحاول باش يكمل العملية. تسعة أمتار من جديد، تسعة أمتار من جديد رغم الاعتراض من اللاعب مصطفى حاسدوق. أو أمامنا على الصورة اللاعب الجزائري. تسعة أمتار كالعادة لعب الديرة باسل الرئيس. إيفان ميلاس مضروب عليه محاصرة فردية، اللاعب هذا اعطى برشا حلول هجومية. مرة أخرى باش يضرب من تسعة أمتار يوصلها لباسل الرئيس يدور بالكرة وينجح. ممتاز، خبرة كبيرة لهذا اللاعب، عملية دوران بدون مشاكل بدون صعوبات، سرعة الفاست بريك، لكن يختار التريث المنسق مصطفى حاسدوق في العملية الأخيرة. والتغييرات عودة رقم 19 رضوان سكر والساعة طارق بوخميس. التقاطعات رضوان سكر كساعد على الجهة اليمنى وطارق بوخميس في التنسيق. آخر 10 دقائق من زمن المباراة، المنعرج الأخير أكيد باش يكون حاسم. 25-23 أسبقية مع 2 للفريق القطري على حساب شبيب تسكيك دال الجزائري. يمشي مصطفى حسدوق يوصل الكرة إلى رضوان ساكر. مرة أخرى حسدوق يحاول باش يعمل عملية التقاطع، يجي اللاعب يخسر الكرة في مرة أولى استيميتا، لكن يخسرها الفريق الجزائري وترجع الكرة لأمنها لاعب الدائرة باسل الرئيس. كرة مهمة يخسرها الفريق الجزائري.
تعود الكرة من جديد للفريق القطري كالعادة في التنسيق. صبحي سعيد كساعد على اليمين مصطفى الكراد وإيفان ميلاس البوسني على الجهة المقابلة. صبحي سعيد يحاول يبحث على اللعب مصطفى الكراد يربح 9 أمتار. تعود الكرة ميلاس إيفان ميلاس مستحفظ على الكرة يوصلها إلى الكراد يضرب كرة يتصدي لها الحارس مرة أولى رفيق ضيفي ويأمنها زميله اللاعب رقم 10 يدرج بالكرة فتحي هوشيت تسريع الهجمة والحارس يتألق الحارس حسين بزكيري في العملية الأخيرة تصدي ممتاز وحاسم رغم الوضعية المناسبة إلا أنه الحارس هاي الإعادة أمامنا فتح الزاوية من اللاعب عبد الرؤوف جلبي حب يحط الكرة فوق راس الحارس كان متفطن باليد يخرج الكرة تبقى نتيجة على حالة 25-23 أقل من 8 دقائق على نهاية المباراة. فرصة من جديد لأخذ الفارق ورفع الكرة ممتاز قاعد يقدم في مقابلة متميزة على الرصيد الشخصي لاعب الدائرة باسل الرئيس يسجل هدف بكل فنيات يرفع الكرة أمامنا ما كانتش قوية يحط الكرة فوق رأس الحارس رفيق ضيفي مع 3 للفريق القطري يعني خبرة كبيرة على مستوى آخر المباراة يحاول باش يقتل المباراة بلغته الكرة اللي أكيد وقت اللي باش ياخذ الفارق باش يصعب المباراة حتى من الناحية النفسية والذهنية على اللاعبين الجزائريين وهذا اللي صار تقريبا مرة أخرى قطع الكرة لكن 9 أمتار من جديد 26-23 يرجع رضوان ساكر على مستوى ساعد الأيمن يحاول باش يتسرب رضوان ساكر يوصل الكرة لعب الدائرة ممتاز عملية دوران من اللاعب رقم 16 نصر الدين بزاز مرة أخرى هاي الإعادة أمامنا طلب الكرة كان ممتاز من اللاعب رضوان جبروني يرجع على 2 الفريق الجزائري 26-24 أقل من 7 دقائق على نهاية المباراة كالعادة صبحي سعيد في التنسيق إيفان ميلاس البحث على اللاعب مصطفى كرات صبحي سعيد يحاول باش يعمل تقاطع هاني كيخي يرجع في التشكيلة الأساسية إيفان ميلاس مراقب لاعب الدائرة باسل الرئيس دفاع قوي من الفريق الجزائري في اللحظات هذه ميلاس باش يضرب من 9 أمتار يوصلها لاعب الدائرة يفتح الزاوية رقم 11 رغم أنه لاعب جناح في الحقيقة عبد مراد يعني شو كيفاش غياب المراقبة نسبة نجاح عالية 100% 3-3 لعبد مراد في العملية الأخيرة هي أمامنا الإعادة يعني هو لاعب جناح لكن عمل عملية ديبار أصبح لاعب دائرة ثاني بدون خطورة وبدون مشاكل ما يلقى صعوبة في مغالطة الحارس رفيق ضيفي 27-24 آخر 5 دقائق من زمن المباراة نعود نرحب بكل ملتحق بنا الآن على الوطنية الثانية الإطار هو آخر مباراة في الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية هنا في قاعة الرائد البجيوي بصفاقس بعد ما تعرفنا على 3 فرق المتأهلة هما نادي ساقية الزيت الترجي الرياضي التونسي والسليمية الكويتي المرة هذه خارج المرمى كرة طارق بوخميس كرة مهمة لو حب يرجع في المباراة الفريق الجزائري ما يزموش يضيع هجمات في الوقت هذا يعني مازالوا أقل من 5 دقائق كرة الساعد رقم 14 طارق بوخميس خارج المرمى دي تصعب المهمة على الفريق الجزائري أقل من 5 دقائق كالعادة يرجع مصطفى الكراد إيفان ميلاس تمريرة لمركز الدائرة بدون خطورة تقريبا المرة الثانية على التوالي عكس الهجمة الفاست بريك بسرعة يتمكن اللاعب علي بولحسة من تذليل الفارق وتقليص الفارق 28-25 هاي الإعادة يعني لاعب الجناح يعمل الديبار يصبح هو لاعب دائرة ثاني بدون مراقبة رقم 11 عبد مراد ثم تجي الإجابة بسرعة من علي بولحسة يعود الفريق القطري يحاول باش يطول في الهجمة ويربح الوقت يعني كأني بيه في حصة تدريبية خبرة كبيرة يتعامل بكل ذكي مع مجريات المباراة 28-25
تسعة أمتار يتحصل عليهم مصفى الكراد. كالعادة لعب الديرة باسل الرئيس مصدر حلول متواصلة للفريق القطري. صبحي سعيد يكمل عملية تسعة أمتار يقفل التوقيت في اللحظة هذه بعد سقوط صبحي سعيد باش نرجعوا بتسعة أمتار في العملية الأخيرة. كالعادة باسل الرئيس لعب الديرة مع صبحي سعيد التنبيه باللعب السلبي فان ميلاس يوصل كرة لعب الدير عبد مراد ينجح بكل فنيات عالية هذا اللعب عبد مراد يعني كرة حطها تحت الحارس يموه انه باش يحط كرة فضائية شوف الفنيات التسلسل ثم بكل سهولة الروليت يعني بالمعصم هذه فنيات اللاعبين خاصة الأجنحة وقت اللي تكون الزاوية مغلقة يختاروا الفنيات في التسجيل على غرار الهدف الأخير. هذا تسديد ممتاز قوي جدا مصفى حاس صدوق يرجع فريقه الا ثلاثة 29-26. هاي الاعادة من تسعة امتار كرة تضرب في العارضة وتدخل ما يتصدى ليش الحارس حسين بسكيري. اخر دقائق المباراة دفاع رجل لرجل على كامل المنطقة للفريق الجزائري. التقاطعات بين صبحي سعيد وكذلك قطع الكرة والفاست بريك الهجمة المعاكسة توصل الكرة للاعب رقم 19 ينجح رضوان سكر يرجع بفريقه الاثنين. هاي الإعادة أمامنا سرعة كبيرة 29-27 أقل من ثلاثة دقائق كالعادة وفي لعادته الدفاع الجزيري رجل لرجل قطع كرة من جديد لإيفان ميلاس والوضعية الهجومية مصباح الصدوق يقول دخول بقوة دخول بقوة مش معقول يقوم بخطأ كبير يعني كرة كانت مهمة للغاية للفريق الجزائري من أجل العودة كأني خبرة كبيرة يعني من لاعب القطري كيفاش اعترض بالصدر متاعه وموه يعني على الحكم انه هناك دخول بقوة. على كل حال هذه الخبرة تاع بعض اللاعبين يعني يجبر اللاعب باش يسقط في فخ الدخول بقوه. ايفان ميلاس التقاطع مع اللاعب رقم مصفى الكراد يوصل كره لباسل على مستوى الدائره ينجح هدف مهم جدا لباسل الرئيس 86%. هاي الاعاده هدف ربما يطمئن به على نتيجه المباراه ورقه الترشح. على كل حال قطع الكره هاني كيخي وجه لوجه مع الحارس بكل سهوله والمناوشات ان شاء الله المباراه ما تخرجش على اطارها الرياضي. على كل حال ويدخل صبحي سعيد لتهدئه الامور كذلك حارس العربي القطري بعد حوار ومناوشات بين اللاعب طارق بوخميس واللاعب العربي القطري في العمليه الاخيره رقم 11 عبد مراد. على كل حال مباراه اشقاء عرب ان شاء الله ما تخرجش على اطارها الرياضي. هذا امامنا هاني كيخي على الصوره في انتظار التعرف على قرار الحكم ثنائي التحكيم التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان. استبعاد بدقيقتين للاعب عبد مراد في العملية الأخيرة وورقة حمراء للاعب رقم 14 طارق بوخميس. هاوي غادر أمامنا يتحصر قدم مباراة ممتازة الأمانة لاعب رقم 14 لشبيبة أمل سكيكدا الجزائري طارق بوخميس. يعني زوز فرق باش يكونوا يكملوا المباراة باستبعاد ونقص عددي. هذا حوار ثنائي بين سمير مخلوف واللاعب وليد جبروني ربما قاعد يقوم بتفسير عملية الاستبعاد والإقصاء. على كل حال باستثناء المناوشة هذه الأمانة مباراة يعني دارت في إطار روح رياضية كبيرة بين الزوز فرق. على كل حال الثواني الأخيرة صعبة المهمة على الفريق الجزائري إذا ما قلناش مستحيلة يعني باعتبار ما عادش فما برشا وقت دقيقة وبعض الثواني مع أربعة رغم انه غير طريقة الدفاع رمية 7 امتار اللاعب باسل الرئيس ينجح تقريبا يحسم امر المربع الذهبي في هذه الدورة بالتحاق العربي القطري بثلاثة فرق اللي كانوا ترشحوا. اذا نعطيكم البرنامج النهائي للدورة النصف النهائي
برنامج الكامل للمقابلات غدوة إن شاء الله الخميس 27 ديسمبر الأربعاء متاع العشية في قاعة البجاوي، الترجي الرياضي التونسي مع السالمية الكويتي، ومقابلة النصف النهائي الثاني باش تجمع نادي ساقيت الزيت مع فريق العربي القطري. آخر ردهات المباراة كأني بيهم حتى فريق شبيبة أمل سكيكدا استسلموا للهزيمة. على كل حال مباراة ربما ما ارتقتش المستوى كبير، أحيانا فريق الجزائر يحاول العودة في المباراة، تنبيه باللعب السلبي، لعب سلبي من أجل تذليل الفارق في الكرة الأخيرة. رقم 18 يتمكن من تسجيل الهدف وليد جبروني، 32-28 مع 4 أهداف آخر 10 ثواني في المباراة. هي المصافحة بين اللاعبين وروح رياضية كبيرة. ألف مبروك إذن لفريق العربي القطري يلتحق ببقية الفرق المتأهلة للدورة النصف النهائي. نعود نذكركم بالبرنامج إن شاء الله غدوة الخميس 27 ديسمبر في قاعة البجاوي الأربعاء متاع العشية، مباراة الترجي الرياضي التونسي مع السالمية الكويتي، والستة متاع العشية الفريق منظم الدورة نادي ساقيت الزيت مع فريق العربي القطري. نهاية المباراة 32-28، إن شاء الله بالتوفيق لبقية الفرق التونسية. نحكي على نادي ساقيت الزيت والترجي الرياضي التونسي، للأسف اليوم فريق تونسي ثالث غادر المسابقة اللي هو سبورتينغ المكنين رغم مباراة كبيرة قدمها أمام السليمية الكويتي. إن شاء الله بالتوفيق لممثلي كرة اليد التونسية. ما نعرفش ذاكر في الاستجوابات، تفضل ذاكر. شكرا لك كابتن عمر عازب، ألف مبروك التأهل للدور النصف النهائي بعد مباراة يمكن ما كنتوش توقعوا انه الفريق الجزائري بالاندفاع هذا وبالاداء هذا. والله غير انا كنت ننتظر في الفريق الجزائري، نعرف باللي ما يستسلمش في 5 دقائق او 10 دقائق، ولاد مهما تكون النتيجة تكون واسعة مع الفريق الجزائري، نعرفوا الفريق شكيك دي هذا ما يستسلمش نفسه، فاهم، في المباراة حتى اخر دقيقة، وشوفوا باللي كل مرة يحاول يرجع. نعم بعدين نعاود ناخذ اللارج تاع سكور، يعاود يرجع كل مرة. وين الفريق القطري كابتن عمر مش فريق اللي مستقر في الاداء، احيانا يعطيك مقابله من تراس عالي جدا، واحيانا ينخفض الاداء حتى من خلال النتائج نتاعه. وانتم تو باش تقابلوا فريق منظم الدوره ساقيت زيت. نعم راح فاهم انك تقول لي هذاك الكلام. نعم احنا عندنا كثير في الشهر هذا، يا شهر ديسمبر حوالي الحين 5 مباريات، الحين عندي حوالي 10 مباريات من اول ديسمبر للحين، وين تشوف اللاعبين فاهم يتعبوا. نعم لان البطوله عندك خبر 7 مباريات. نعم راح نقابل فريق قوي منظم الدوره ساقط الزيت، وين اليوم برهن باللي عنده فريق عنده مستوى فاهم، ان شاء الله اللي يتحكم في اعصابه اقل اخطاء ان شاء الله هو اللي يفوز. شكرا لك كابتن عمر عازب، مع تحياتنا لك، واكيد نتمنى كل النجاح والتوفيق للانديه التونسيه ان شاء الله غدوه. فريق الترجي الرياضي التونسي وايضا فريق نادي ساقيت الزيت مستقبلوا مدرب الفريق الجزائري. كابتن رينيك معناها في الاخر فما شويه نرفزه رغم انه مقابله اليوم ممتازه بكل صراحه، معناها كنت ند للند للفريق العربي القطري. نعم اكيد احنا حاولنا يعني نلعب ونرمي بكل قوانا في المباراه، ونظن يعني ما وفقناش في بعض الاحيان، وفي بعض الاحيان يعني هو فريق يلعب بطيء جدا ويتباطأ، ونظن بلي هناك قوانين يعني فيما يخص اللعب السلبي. انا كلمت كم من مره الحكم قلت له يا اخي شوف داوم الهجمه، شعار راه يدوم الهجمه يجيو الكره من تما ويمشيو بشويه، الله غالب يعني ما نحصلوش يعني في الحكام، وانما احنا حاولنا قلت لك درنا واش اللي علينا، الله غالب هذا هي النتيجه، لازم نعاود نخدم اكثر. شكرا لك، حظ موفق بقيه المسابقه. اكيد هكا نكونوا كملنا مصافحتنا من قاعه الرايد البجاوي بصفاقس الادوار الربع النهائيه غدوه ان شاء الله كما قال السيد، انطلاقا من الاربعه متاع العشيه الترجي الرياضي التونسي باش يواجه فريق السالميه الكويتي، وانطلاقا من السته منظم الدوره فريق نادي ساقيت الزيت باش يواجه العربي القطري. نتمناو دور نهائي تونسي تونسي بامتياز. المتابعه كانت انطلاقا من نصف النهار من المباراه الاولى، تحيه كبيره برشا لوحده انتاج التلفزي بصفاقس، وايضا التحيه لمخرج المباريات سمير العجيب. نتلقاو ان شاء الله غدوه في مصافحه جديده مع التلفزه الوطنية.